شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ والمنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا. وقد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال القمة استعرض فيها جهود مصر في مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري، كما عقد عددا من اللقاءات. في ثاني أيام زيارته لاسكتلندا، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة رؤساء الدول والحكومات والتي تعقد على هامش المؤتمر العالمي للمناخ بمدينة غلاسكو COP26، والذي يبحث كيفية احتواء أزمات المناخ وموجة الاحتباس الحراري المتسارع. وقد شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة وبمشاركة أكثر من 195 دولة تلبية لدعوة الأمم المتحدة وبحضور أكثر من 25,000 مشارك. وعلى هامش المؤتمر التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة مصر في المؤتمر، حيث شدد سيادته على أهمية التعاون الدولي بين كافة الدول لمواجهة خطر التغير المناخي والاحتباس الحراري. وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بروفيسور جاكي تايلر رئيس الكلية الملكية للجراحين بغلاسكو. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة الكلية الملكية البريطانية أعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخراً على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية في دعم التعليم والتدريب والتقييم المهني بالقطاع الطبي في مصر، مؤكدة على عزم الكلية لإقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية، وذلك في ضوء ما يلمسونه من جهود السيد الرئيس اللافتة في دفع عملية التنمية والتطوير والبناء في كافة المجالات.